بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا يا دكاترة. يا رب دائما وأبدا تكونوا بخير ودائما وأبدا بصحة جيدة. ما زلنا يا معالي الدكتور المحترم بنتكلم في شابتر البلاط فيسيولوجي. اتكلمنا يا دكتور في الحصتين اللي فاتوا عن البلاط، يعني الدم ووظائف الدم، وجيت اتكلمت مع سيادتك وقلت لك ان الدم ده بيتكون من جزئين، جزء فلويد او سائل اسمه البلازما، يعوم في مجموعه من الخلايا اسمها سيلز، تمام؟ وبدانا الحصه اللي فاتت في اول نوع من انواع الخلايا اللي موجوده في اللي موجوده في الدم، الا وهي الار بي سيز، يعني الريد بلاد كورباسلز، اللي هي كرات الدم الحمراء. حلو يا دكتور، الكلام ده حتى الآن ما فيهوش ولا كلمة جديدة. الار بي سيز اللي هي كرات الدم الحمراء يا دكتور، اتفقت معاك ان هي عبارة عن ايه؟ اتفقنا يا دكتور ما هي الا ممبرين، يعني غلاف محوطها، والغلاف ده جواه صبغة لونها احمر. الصبغة دي يا دكتور اتفقنا ان اسمها ايه؟ اتفقنا يا حبيب قلبي ان هي اسمها الهيموجلوبين، تمام؟ يبقى ممبرين او غلاف جواه ايه؟ جواه هيموجلوبين. طيب كلام جميل جدا. الار بي سيز دي يا دكتور او كرات الدم الحمراء بتعمل ايه؟ والله اول لما بتتصنع في الجسم بتتصنع في نخاع العظم، تمام؟ نخاع العظم ده يعني في القلب بتاع العظم من جوه، العظمه كده مجوفه جواها ايه؟ مكان فاضي، المكان ده بنسميه نخاع العظم، ده المكان اللي بيتصنع فيه خلايا الدم بما فيهم الار بي سيز. طب حلو، بعد لما بتطلع من المصنع بتاعها بتمشي في الدم بتعمل ايه بقى؟ بتفضل يا دكتور تصول وتجول وتفضل ماشيه في الدوره الدمويه، تسير كيوليت يعني تدور في الدوره الدمويه يا حبيب قلبي، وتاخد الاكسجين توصله لحد الخلايا، وتاخد من الخلايا ثاني اكسيد الكربون وتديه للرئه عشان الرئه تطرده بره. الكلام ده برضو قلناه الحصه اللي فاتت بالتفصيل. طيب حلو يا دكتور، عايز بقى اقول لك سؤال، اسالك سؤال كده في وقفه مع ذاتك، واسالك واقول لك يا حبيب قلبي الغالي، هو الار بي سيز دي بتفضل شغاله كده من اول ما تطلع من المصنع لحد طول ما انت عايش؟ لا، مفيش كلام ده. معظم خلايا جسمك يا دكتور بتتجدد. يعني ايه يا حبيب قلبي معظم خلايا جسمي بتتجدد؟ يعني مثلا جلدك ده بيتجدد، شعرك ده يا دكتور بيقع وبيطلع تاني، وما الى ذلك بقى. قيس على كده معظم خلايا جسمك ما عدا بعض الانواع من الخلايا. طيب كلام جميل. الار بي سيز دي يا دكتور اول لما بتطلع من المصنع بتاعها وتمشي في الدم، اهو ادي يا عم ار بي سيز قدامك بتطلع من المصنع، وادي وعاء دموي، تمام؟ الوعاء الدموي ده يا دكتور فيه العديد من الار بي سيز ماشيه عماله تقوم بالوظيفه بتاعتها زي ما احنا عارفين من الحصه اللي فاتت. حلو، لحد امتى؟ قال لك يا دكتور لحد ما الار بي سيز دي توصل 120 يوم. يعني لما عمرها يبقى 120 يوم بيحدث فيها بعض التغيرات. ايه هي التغيرات اللي بتحصل يا معالي الدكتور في الار بي سيز؟ قال لك التغيرات دي بتكون خاصه بالممبرين، يعني الغلاف بتاعها من بره. احنا خدنا الحصه اللي فاتت ان الممبرين او الغلاف بتاع الار بي سيز هو غلاف مرن. يعني ايه مرن يا دكتور؟ يعني حبيب قلبي يقدر ان هو يعدي في الشعيرات الدمويه الصغيره بدون ما الار بي سيز تتكسر. صح ولا مش صح؟ صح يا دكتور. بعد 120 يوم يا حبيب قلبي الغلاف اللي محوط الار بي سيز ده بيعجز، والار بي سيز بتكبر وبتوصل مرحله الشيخوخه، فكما انك تشيخ وتكبر الار بي سيز يا ابني في جسمك بتشيخ وبتكبر، تمام؟ طب وانت لما بتشيخ وبتكبر بيحصل لك ايه بعد كده؟ طريق السلامه، بتموت. ده اللي بيحصل للار بي سيز. يعني بعد لما توصل يا دكتور لسن الشيخوخه وتكبر بتموت. طيب بتموت ازاي يا دكتور؟ الممبرين بتاعها يا حبيب قلبي ده اهو، الممبرين ده اهو بيصبح ايه؟ قالك الممبرين بتاع الار بي سيز اللي هو كان مرن بيتحول الى فراجايل ممبرين. يعني ايه يا دكتور فراجايل ممبرين؟ بيصبح غلاف هش مش مرن. طب حلو، ده يؤدي الى ايه بقى؟ قال لك الار بي سيز دي وهي ماشيه في الجسم بتدخل في عضو من اعضاء الجسم اسمه الاسبلين. هو مين يا دكتور الاسبلين ده؟ الاسبلين ده يا حبيب قلبي هو الطحال.
طيب كلام جميل جدا. يتميز الطحال يا حبيب قلب الغالي ان الشعيرات الدمويه اللي موجوده جواه ضيقه جدا جدا جدا، بل ان الشعيرات الدمويه اللي موجوده جوه الطحال او الاسبلين هي اضيق شعيرات دمويه موجوده في جسمك. طيب حلو يا دكتور، الار بي سيز اصبح الممبرين بتاعها هش، يعني فراجاي الممبرين بسبب ان هي عجزت. لما الار بي سيز دي تمشي يا دكتور في الشعيرات الدمويه الضيقه قوي بتاعه الطحال او الاسبلين هيحصل لها ايه؟ بسبب ان الممبرين بتاعها اصبح هش وفراجايل، هتفرقع وتموت. تمام؟ علشان كده يا حبيب قلبي الغالي انا بقول دايما ان الاسبلين او الطحال هو مقبره الار بي سيز. الاسبرين او الطحال هو ايه يا ابني؟ هو جريف اوف ار بي سيز. يعني لما حد يجي يسالك كده يقول لك تعرف يعني الاسبرين؟ هتقول له والله انا سمعت دكتور شريف كان بيقول ان الاسبرين از ذا جريف اوف ار بي سيز، هو مقبره الار بي سيز. طب هيقول لك ليه بقى؟ مش مكتوب عندك، بس انت تكون واحد تنين فيسيولوجي محلق في سماء الطب، تقعد تحط رجلي على رجلي كده وتكون فاهم عمق المعلومه وفاهم كل حرف، مش مجرد حافظ وخلاص. تمام؟ انت راجل دكتور. طيب كلام جميل جدا يا دكتور. نعم يا دكتور. نعم يا دكتور. نعم يلا، عايز ايه؟ هو الار بي سيز دي لما تتكسر يعني هو مش جواها ماده اسمها هيموجلوبين؟ اه ماشي. الهيموجلوبين ده يا دكتور هيطلع يمشي في الدم؟ اقول لك اه. طب يا دكتور انت كده يعني لخبطتني. ليه يا ابني؟ احنا خدنا الحصه اللي فاتت ان الهيموجلوبين ده لو طلع مشي في الدم هيعمل لي 3 مصايب. ارجع يلا، ارجع الحصه اللي فاتت يانا، اوعى تنسى، ربنا يسامحك. طب حلو، ما علشان كده يا ابني اول لما الار بي سيز تتكسر، ادي عام ار بي سيز اهي عجزت ووصلت 120 يوم. بالمناسبه 120 يوم ده بنسميه اللايف سبان، يعني كلمه لايف سبان يعني العمر الافتراضي للار بي سيز. حلو، بعد ما الار بي سيز توصل 120 يوم بتتكسر ويطلع منها ماده حمراء اسمها الهيموجلوبين. حلو، الهيموجلوبين ده ما ينفعش يفضل موجود في الدم، كارثه ومصيبه سوداء. ايه اللي بيحصل بقى؟ عندك خليه ماشيه في الدم اسمها الماكروفاج. يعني ايه الماكروفاج؟ يعني دي خلايا بنسميها الخلايا الاكوله. يعني ايه الخلايا الاكوله؟ يلا يعني بتاكل. يلا هتاكل مين هنا؟ هتاكل الهيموجلوبين، تدخله جواها وتقوم ماسكه الهيموجلوبين ده عامله له بريك داون، يعني تكسر الهيموجلوبين ده يا دكتور. الهيموجلوبين بيتكون من حاجتين زي ما خدنا الحصه اللي فاتت ورسمت لك التركيب بتاع المولكيول بتاع الهيموجلوبين، واتفقت معاك يا دكتور ان هو بيتكون من جزء بولي تشين امينو اسيد كان اسمه الجلوبين، اللي هو عباره عن بروتين، وكان في جزء في النص كده يا دكتور كان اسمه الهيم. الهيم ده كانت دايره كده جواها ذره حديد ثنائيه التكافؤ. طب حلو، كلام جميل، كلام جميل جدا. تعالى كده نشوف الماكروفاج دي لما بتكسر الهيموجلوبين بتعمل فيه ايه؟ قال لك بتكسره لجزئين، الهيم والجلوبين. تعالى نخلص من الجلوبين الاول. الجلوبين ده عباره عن بروتين. فلما انا اجي اجيب سلاسل عديد البروتين دي اللي اسمها الجلوبين بتقوم رايحه على الكبد اللي هو الليفر. الليفر يقوم مكسر الجلوبين ومطلع منه وحده بناء البروتين اللي اسمها امينو اسيدز اللي هي الاحماض الامينيه. الكبد ده يا ابني بيصنع بروتينات كتير جدا في جسمك، يبقى محتاج امينو اسيدز كتير. ما هي الامينو اسيدز الاحماض الامينيه هي وحده بناء البروتينات، معظم بروتينات جسمك بتتكون في الكبد. تمام؟ يبقى الكبد محتاج وحده بناء بروتينات كتير، فاي حاجه ممكن تجيب له امينو اسيدز بتتكسر في الليفر اللي هو الكبد. عندي جلوبين، هيروح فين الجلوبين ده؟ بروتين، هيروح على الليفر او الكبد، يقوم الليفر مكسره ومطلع منه امينو اسيدز وحده بناء البروتينات، يستخدمها بقى في صناعه اي بروتين تاني بيتم تصنيعه في الكبد او الليفر. طب حلو، بالنسبه بقى يا دكتور الى الهيم. طيب كلام جميل يا دكتور، الهيم ده كان بيتكون من ايه يا معالي الدكتور المحترم؟ الهيم كان فيه حاجه في النص اللي هي البتاع اللي لونها احمر دي، كان ذره حديد ثنائيه التكافؤ اف اي موجب 2 يا معالي الدكتور المحترم. وكان فيه دكتور البتاع الزرقاء دي اللي هي محاوطه او حوالين ذره الحديد ثنائيه التكافؤ. عارف ليه بنسميها ايه؟ ما تتخضش من الاسم يلا، اسمها بروتو بورفرين. واه يا دكتور اسمها ايه؟ بروتو بورفرين اهو، بروتو بورفرين اهو.
البروتو بورفرين ده بيحصل له ايه؟ والحديد ده بيحصل له ايه؟ الاثنين دول بيكونوا حاجه اسمها الهيم. من عند الهيموجلوبين ده اسمه هيموجلوبين. الجلوبين عرفنا بيروح الكبد يحصل له ايه؟ طب جزء الهيم بقى؟ قال لك جزء الهيم ده بيتكون من حديد ثنائي التكافؤ وحاجه اسمها بروتو بورفرين. تعالى ناخد الاول الحديد ثنائي التكافؤ او الايرون. الحديد ثنائي التكافؤ ده او الايرون ده عارف ده بيروح فين؟ ده بيرجع تاني للمكان اللي بيتم فيه تصنيع الار بي سيز. هي الار بي سيز كانت بتتصنع فين؟ المصنع بتاعها كان البون مارو اللي هو نخاع العظم. ده يا ابني بقول عليه دائما وابدا هو المصنع بتاع الار بي سيز. اسمه ايه؟ بون مارو اللي هو نخاع العظم. حلو. الحديد ده بيروح نخاع العظم ليه؟ ولا هو نخاع العظم ده مش بيصنع لي ار بي سيز جديده؟ اه يا دكتور بيصنع ار بي سيز جديده، وانا عندي حديد والحديد بيدخل في تصنيع الار بي سيز؟ ايوه يا دكتور، هياخد الحديد الناتج عن تكسير الار بي سيز القديمه العجوزه اللي ماتت واوديه يا معالي الدكتور المحترم جوه المصنع جوه البون مارو علشان يدخل في تصنيع ار بي سيز جديده مكان اللي ماتت. شوف يا ابني جمال الفهم عامل ازاي؟ حلو يا دكتور، كده انا فهمت. طيب بالنسبة للجزء اللي اسمه بروتو بورفرين يا دكتور، البروتو بورفرين ده عن طريق قاسكيد أو طريق طويل مالكش دعوة بيه بيتحول لحاجة اسمها البيليروبين. البيليروبين ده يا دكتور حاجة كده بتزيد في الدم. طب بتروح فين بقى؟ قال لك البيليروبين دي يا حبيب قلبي الغالي بتروح يتكون منها برضو البايل. هو إيه البايل ده؟ بس بقى أقف هنا. البايل ده يا ابني حاجة اسمها العصارة الصفراوية. طبعا اكيد انت خدت الكلام ده في ثانويه عامه. يعني ايه العصاره الصفراويه دي؟ ده عصاره كده يا دكتور بتدخل في هضم الطعام، موجوده فين؟ بتفرز من حاجه اسمها المراره. اه يا مرارتي اهو. المراره دي يا دكتور اسمها جول بلادر. مراره اسمها ايه؟ جول بلادر. الجول بلادر بتطلع حاجه اسمها البايل. البايل ده بيجي منين؟ من البيلروبين. البيلروبين بيجي منين؟ من البروتوبورفرين. اللي جاي منين؟ من الهيم. من الهيم بتاع الهيموجلوبين. تمام. طيب يبقى انا كده يا ابني اخدت الهيموجلوبين من اول لما يطلع ويتكسر في الار بي سيز العجوزه وقمت مفصصه كده واخد كل جزء فيه استخدمته تاني في حاجه معينه. الجسم يا ابني ما بيرمش حاجه. تمام. طيب الا لو الحاجه دي ضاره طبعا. يعني كلام جميل جدا يا دكتور. ده كده بالنسبه لمين؟ بالنسبه لللايف سبان يعني العمر بتاع الار بي سيز، ولما بتكبر بيحصل لها ايه وبتموت ازاي وبسبب ايه؟ بسبب ان الممبرين بتاعها لما بتعجز بيصبح هش، فراجايل ممبرين، بتروح تموت في الجريف اوف ار بي سيز اللي هو السبلين او الطحال يا حبيب قلب الغالي. طيب تعال بقى نكمل يا دكتور، ركز معايا. بعد كده بقى يا حبيب قلب الغالي بيتكلم مع سيادتك وبيقول لك ما تيجي كده نتكلم عن السبلين او الطحال. احنا اتكلمنا عنه، قال لك لا هزيدك من الشعر بيت وهندردش شويه عن السبلين ده. طيب كمل يا دكتور مش جيني وقول لي. طيب بيقول لك رول اوف سبلين، يعني دور الطحال في جسمك ايه؟ الطحال في جسمك يا حبيب قلبي له العديد من الوظائف. فاول وظيفه بيعملها الطحال وانت لسه بيبي عيل صغير في بطن ماما، بيعمل ايه الطحال؟ بص يا حبيبي انا لسه قايل لك من شويه، هو خلايا الدم بتتصنع فين؟ هيجي واحد يقول لي في البون مارو اللي هو نخاع العظم. ما هقول لك بقى معلش، ما هو العيل الصغير اللي لسه في بطن مامته وهو لسه جنين صغير لسه ما اتكونش عنده عظم، يعني في البدايه خالص لسه ما اتكونش عنده عظم، هيتكون عنده دم ازاي وهو جنين؟ هو الجنين عنده دم يا دكتور؟ اه عنده دم يا حبيبي، عنده دم يا بابا. ففي ناس بتسال اسئله كده غريبه. اه الجنين عنده دم بيتصنع فين وهو لسه ما اتكونش عنده عظم؟ ما انا عارف ان العظم ده جواه مصنع الدم اللي هو البون مارو. قال لك يا دكتور بيتصنع في السبلين اللي هو الطحال وفي الليفر اللي هو الكبد. يعني اول وظيفه ممكن اقولها يا دكتور عن السبلين او الطحال ان هو بيتصنع في الدم بالنسبه لمين؟ بالنسبه للجنين. يعني هو سايت اوف اريثرو بويسيس. واه يا دكتور يعني ايه اريثروبويسيس؟ اريثروبويسيس دي معناها عمليه تصنيع كرات الدم الحمراء، وهناخدها بالتفصيل دلوقتي. تمام. فين؟ هقول لك يا دكتور في الجنين اللي هو الفيتس او الفيتال لايف. تمام. ايه تاني؟
قال لك تاني يا دكتور، تاني وظيفة بالنسبة للإسبلين أو الطحال إن هو مكان لتخزين الدم. أهو دي أول وظيفة خلصناها. تاني وظيفة إن هو بيخزن شوية دم. كلمة بيخزن دم معناها blood storage. طب ليه بيخزن دم يعني؟ هو أنت يالا مش معرض لا قدر الله إن أنت وأنت مروح كده ماشي في أمان الله، حاطط الهاند فري أو الهيد فون في ودانك وماشي سرحان والهان في الدنيا وشايل همومك وراجع من الكلية وعمال تفتكر في أحزانك وفي أحلامك اللي اتكسرت على صخرة الكلية، بهزر طبعا. وأنت ماشي كده أوب عربية قامت خبطاك، يا نهار أبيض، كانت ناقصة بقى. تمام، لما عربية تخبطك عملت حادثة كبيرة محترمة كده، لا قدر الله يعني، ربنا يحفظكم جميعا، أنا بهزر يعني برسم سيناريو بس. أنت لما عملت حادثة أو شفت أي حد عامل حادثة، الحادثة دي يا دكتور لو شديدة شوية، الشخص اللي عمل حادثة ده بينزف دم، بينزف دم. عربيات لما الاسعاف يجي، وطبعا هو بيجي بدري قوي عندنا ماشي، انت عارف عربيات لما الاسعاف يجي او حد يوديك المستشفى، كنت انت اتصفيت من كتر النزيف ومت. ربنا سبحانه وتعالى يا ابني ما يسمحش بكده. امال ايه يا دكتور؟ قال لك الطحال او الاسبلين متخزن فيه كميه من الدم، 300 مللي من الدم، 300 مللي من الدم متخزنين في الطحال او في الاسبلين. وحضرتك لما يجي يحصل لك حاجه اسمها اكيوت هيموريج. يعني ايه اكيوت هيموريج؟ يعني نزيف حاد. امتى ممكن تنزف يا دكتور بصوره حاده او اكيوت؟ لو عملت حادثه. ايه اللي يحصل؟ يقول لك يا دكتور الاسبلين ده يتعصر على نفسه ويضخ كميه الدم اللي هو مخزنها فيه في الدوره الدمويه في السيركيوليشن، فيحاول يعوض النزيف بتاعك، يحاول يا دكتور يطيل في عمرك لحد ما تتلحق في المستشفى. شفت يا ابني عظمه ربنا سبحانه وتعالى؟ طيب كلام جميل جدا، دي تاني وظيفه بالنسبه للطحال او الاسبلين. طيب يا دكتور تالت وظيفه، تالت وظيفه يا حبيب قلبي الغالي، بيقول لك ان هو بيعمل فلتر للدم. بيعمل ايه؟ فلتر، يعني بينقي الدم. بينقي الدم من ايه يا دكتور؟ من الخلايا العجوزه اللي وصلت سن الشيخوخه والمفروض تموت لان هي ما عادتش بتؤدي الوظيفه كويس. الار بي سيز لما توصل 120 يوم كانت بتروح تموت جوه الاسبلين او الطحال، عشان كده كنت بقول لك ان الطحال هو مقبره الار بي سيز. يعني بيعمل فلتر للبلاد سيلز، بينقيه من الخلايا العجوزه لان هي بتروح تموت فين؟ في الاسبلين، زي ما احنا لسه واخدين من شويه. طيب رابع وظيفه يا دكتور بالنسبه للطحال، بيقول لك بيتخزن جواه صفائح دمويه او بليتلت. يعني زي ما هو فيه شويه دم، الدم ده دم كامل ففي بليتلت او صفائح دمويه. حلو، دي معلومه ليك كده. خامس وظيفه بقى بالنسبه للطحال، قال لك له وظيفه مناعيه. كلمه مناعي يعني اميون، يعني له اميون فانكشن، وظيفه مناعيه. اهو وظيفه مناعيه. ايه علاقه الطحال بالمناعه يا دكتور؟ قال لك الطحال ده يا حبيب قلبي في نوع من الخلايا اسمها ماكروفاج، الخلايا الاكوله، ونوع تاني من الخلايا المناعيه اسمها الليمفوسايت، بياكلوا وبيكسروا اي جسم غريب يدخل الجسم او اي فيروس او بكتيريا. طبعا الخلايا المناعيه اللي موجوده في الطحال دي بتطلع وتحاول ان هي تقضي على هذا الجسم الغريب اللي بيهاجم جسمك يا حبيب قلبي. اذا الطحال له وظيفه مناعيه. حلو، بعد كده قال لك الطحال ده جميل ليه فوائد كتير، بس احيانا بيتجنن. يعني ايه بيتجنن؟ مش بس كده، واحيانا يتوحش الطحال. ايه يا دكتور انت بتقول ايه؟ بقول لك الطحال ده يلا احيانا يتجنن، بالعربي اهو يتجنن. ايه تاني؟ ويتوحش. انت بتخوفني ليه يا دكتور؟ ما بخوفكش، يلا ركز معايا. يعني ايه يتجنن ويتوحش؟ قال لك يقوم ماسك كل خلايا الدم اللي نازله فيه او اللي موجوده فيه، طق 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 طق، يكسر فيها. ليه يا دكتور؟ من نفسه كده، عمال على بطال. هيجي واحد يسالني ويقول لي طب ما هو بيكسر الخلايا العجوزه، هقول لك هنا لا، اتجنن، بيكسر كل خلايا الدم الحلوه والوحشه وكل حاجه. يبقى هو هنا الطحال يا ابني بقى خطر على حياتك. حاله مرضيه اسمها هايبر سبلينيزم. كلمة سبلينيزم يعني نقصد بها الطحال، هايبر يعني السبلين بيقوم بالشغل بتاعه بطريقة جنونية وطريقة فيها توحش. بيمسك يا دكتور خلايا الدم ويقعد يكسر فيها يكسر فيها يكسر فيها. يعني السبلين بي اوفر فانكشن. لما اجي اقول لك انت واحد اوفر، يعني انت بتأفور. هنا السبلين يا ابني بقى بيأفور، بيمسك خلايا الدم كلها الحلوة والوحشة ويكسرها.
يعني بيعمل ايه؟ بيعمل اكسسيف ديستراكشن اوف بلاد سيلز، بيكسر خلايا الدم بشكل كبير جدا. ده حاله مرضيه بنسميها هايبر سبلينيزم. طب حلها ايه دي؟ الحل بتاعها يا دكتور في الحته اللي بعدها، حاجه اسمها سبلينكتومي. واه يعني ايه الكلام ده؟ السبلين ده ايه؟ اتجنن وتوحش. عادي جدا، ادخل جراح يدخل بالمشرط بتاعه يفتح ويشيل السبلين ده خالص. عمليه اسمها استئصال الطحال. استئصال الطحال، ولازم تعرف يا دكتور ان كلمه استئصال في الطب معناها اكتومي، يبقى كلمه اكتومي معناها استئصال، وسبلين اللي هو الطحال، يبقى سبلينكتومي معناها استئصال الطحال. هشيل الطحال، يبقى كده المشكله اتحلت. اه كده المشكله اتحلت الحمد لله. بس استنى، ما هو السبلين اللي انا شلته ده كان ليه وظائف تانية. اه يا دكتور كان ليه وظائف تانية. هيجي واحد يسالني ويقول لي ايه الوظائف التانية، اقول له مثلا كان ليه وظيفه للمناعه. صح صح يا دكتور، انت لما شلت الاسبلين لغيت الوظيفه المناعيه بتاعته، فتصبح عرضه للانفكشن، يعني يزيد عندك ريسك اوف انفكشن، يزيد عندك يا دكتور معدل العدوى. ما هو المناعه عندك قلت لان انت شلت عضو من اهم اعضاء المناعه في جسمك الا وهو الاسبلين، فتصبح عندك زياده في الانفكشن، يعني زياده في العدوى يا دكتور، سواء بسبب فيروس او بكتيريا او اي حاجه بقى. طيب ايه تاني يا دكتور؟ هو الاسبرين ده مش كان يعتبر مقبره لخلايا الدم وخصوصا الار بي سيز؟ اه طيب ثواني، وكذلك كان بيتخزن في البليتلت او الصفائح الدمويه؟ اه انا شلت بقى الاسبرين ده خالص، يبقى يا دكتور الار بي سيز هتلاقي مكان تموت فيه؟ لا، فيزيد عندك يا دكتور الار بي سيز في الدم، مش بس كده، ويزيد عندك البليتلتس اللي هي الصفائح الدمويه، لان هي كانت بتتخزن فين؟ كانت بتتخزن في الاسبرين، وانت شلت الاسبرين فيفضلوا ماشيين في الاوعيه الدمويه فيزيدوا جامد، والار بي سي تزيد جامد، ما تموتش بسهوله بقى، تموت لحد لما تفرقع لوحدها. لكن الطحال لو كان موجود كان في شعيرات دمويه ضيقه بيخليها تفرقع. تمام؟ دي حاله اسمها سبلينكتومي، بلجأ ليها امتى؟ لو الطحال توحش واتجنن، لو حصل له هايبر سبلينيزم. ليها يا دكتور مساوئ؟ اه ليها مساوئ، زي ان انا بلغي الوظيفه المناعيه بتاعه الطحال لان انا بكون شلته، غير كده ان الار بي سيز بتزيد في الدم لان هي ما بتلاقيش مكان تموت فيه، وكذلك البليتلت لان البليتلت كان بيتخزن منها جزء كبير في السبلين او الطحال. طيب كلام جميل جدا يا دكتور، تعالى بقى نكمل يا حبيب قلبي، ركز معايا. بعد كده بقى يا حبيب قلبي الغالي بنتكلم عن حاجه اسمها اريثروبويسيس. يعني ايه يا دكتور اريثروبويسيس؟ ركز بقى معايا وما تتخضش من الكلمه. كلمه اريثرو اللي قدامك دي اهو، دي معناها لون احمر، يعني يقصد بها الار بي سيز. تمام؟ اريثرو يعني معناها ار بي سيز. طيب كلمه بويسيس، كلمه بويسيس يا دكتور دي لاتيني، بالانجليزي بقى معناها فورميشن. فورميشن يعني كلمه تكوين. طب تعالى بقى نجمع الكلمتين دول، اريثروبويسيس معناها فورميشن يعني تكوين اوف ار بي سيز، يعني تكوين او تصنيع خلايا او كرات الدم الحمراء. صح يا دكتور؟ صح يا دكتور. يبقى لما اجي اقول لك يعني ايه اريثروبويسيس، هتقول لي يا دكتور دي عمليه تكوين او تصنيع كرات الدم الحمراء، والموضوع ده يا ولدي من اهم المواضيع في البلاط ولا يخلو منه اي امتحان، وبعون الله بعد لما تسمع الشرح هتكون طالب غير عادي في زمن غير اعتيادي وتحل اي سؤال يقابلك. تمام؟ ركز بس معايا واديني ايه؟ واديني عقلك يا ولدي. بص يا حبيب قلبي، اول حاجه بنتكلم فيها هتيجي تسالني سؤال تقول لي عمليه الاريثروبويسيس يعني تصنيع كرات الدم الحمراء بتحصل فين في جسمي؟ هقف واقول لك على حسب انت كنت جنين ولا اتولدت وبقيت عيل صغير ولا كبرت وبقيت راجل كبير، بتفرق يا دكتور؟ اه بتفرق. فمثلا في حاله الفيتس، مين الفيتس ده؟ اللي هو الجنين. يلا اهو كلمه فيتس معناها الجنين اللي في بطن مامته، ادي يا عم فيتس او جنين اهو قدام سيادتك. بيقول لك الفيتس او الجنين، انا لسه قايل لك من شويه ان تصنيع الخلايا بتاعه الدم بتحصل في نخاع العظم. فين؟ نخاع العظم. الجنين ده لسه اتكون عنده عظم وهو في بطن امه لسه في البدايه؟ لا لسه. لكن بيتكون عنده ايه؟ بيتكون عنده الاورجانز السوفت اللي هي الطريه الاول، زي مين؟ زي الكبد والطحال، يعني زي الليفر قدامك اهو،
ليفر وزي الطحال اللي هو الاسبلين. فالليفر والاسبلين هم مكان تصنيع الار بي سيز، هم السايت اوف اريثروبيسيس في الجنين اللي في بطن امه في الفيتس. تمام؟ تمام يا دكتور. الجنين ده اتولد بالسلامه ونزل شرف الدنيا وكبر شويه، يعني بقى تشيلدرن، بقى طفل. تمام؟ الطفل ده عنده عظم، عنده عظم بقى، ما هو اتولد اتولد عنده عظم وكبر بقى والدنيا بقت تمام. خلي بالك من حاجه يا ابني، هو العيل الصغير للتشيلدرن ده ايه اللي بيحصل له؟ عمال يكبر. بحب دايما اشبهها ان العيال الصغيره وهي بتكبر كانك بتبني مدينه جديده. وانت بتبني مدينه جديده يا دكتور، انت عايز ايه؟ انت عايز مصانع كتير تصنع لك كل الحاجات اللي انت عايزها في البناء. ما هو العيل ده لسه عمال بيكبر، غير واحد زي مثلا كبر خلاص مش هكبر زياده عن كده. فاهمني؟ يعني جسمي ما عادش هيصنع حاجات زياده عن كده، ما عادش عايز يطول ولا يدخن ولا الا لو انا عمال طق 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 اكل كتير. يعني ما علينا، انا بتكلم على الطفل الصغير ده بيكبر بقى وفي مرحله الجروث او مرحله النمو. تمام؟ في مرحله النمو بتاعت العيال الصغيره بشبهها دايما انك بتبني مدينه جديده، يبقى عايز مصانع كتير. اوعى تنسى يا ابني المثال ده، بتبني مدينه جديده يعني عايز مصانع كتير. فربنا يخلي ايه؟ ربنا يخلي كل العظم اللي موجود عند الطفل ده، احكي لك بالعربي اهو، في التشيلدرن كل العظم، كل العظم يا دكتور بيشتغل، والبون مارو اللي جواه يبدا ان هو يصنع ار بي سيز. حلو. طيب هو الار بي سيز دي لونها ايه؟ لونها احمر. فقال لك هنسمي البون مارو اللي بيصنع الار بي سيز ريد بون مارو. طب ليه سميته ريد بون مارو؟ لان الار بي سيز ياله لونها احمر اصلا. فالطفل ده بيكون عنده ريد بون مارو، يعني كل العظم بتاعه جواه بون مارو لونه احمر. ليه؟ لانه بيصنع ار بي سيز كتير، لان انت لسه بتبني مدينه جديده، العيل لسه عمال ينمو ويكبر. طيب الحمد لله رب العالمين، بقى راجل كده بالغ ادلت عنده 20 سنه. لما توصل 20 سنه يا حبيب قلبي الغالي، انا يا ابني مش محتاج كل العظم يشتغل، لا خالص. فقال لك ايه اللي بيحصل؟ قال لك العظم كله معظمه بيبدا، ركز معايا، معظم العظم اللي في جسمك بيبدا ان هو ما عادش يصنع الا ما عدا كذا مكان بس، هما اللي بيفضلوا شغالين. ما هو يا ابني خلاص الجسم كبر الحمد لله وبقى في مرحله الثبات للنمو كده، تمام؟ ما قلتش بقى ايه هنمو تاني زياده عن كده. فالمصانع اللي عندي ممكن اقللها شويه وتكفي جسمي، ركز معايا، ممكن اقللها شويه وتكفي جسمي. يعني هي بتؤدي الغرض اللي ربنا خلقها علشان. طيب كلام جميل جدا يا دكتور. قال لك يبقى معظم البون مارو اللي موجود عند العيل الصغير ده بيصبح ان اكتيف بون مارو. يعني خلاص بيصبح ان اكتف، يعني غير نشط، ما عدناش محتاجين ان كل البون مارو اللي في جسمه يشتغل. طب حلو. طب بما ان هو ان اكتف، عارف بيحصل فيه ايه؟ قال لك بيترسب فيه فات، اهو بيترسب فيه ايه؟ فات، يعني دهون. والدهون يا ابني في جسمك لونها اصفر، فنسمي البون مارو في معظم الجسم بتاع الناس الكبيره اللي هو يا دكتور بقى ان اكتف، يعني ما عادش بيشتغل، بنسميه يلو بون مارو. يبقى هنا عندك سؤال ام سي كيو مهم جدا، هو الريد بون مارو موجود فين؟ في التشيلدرن. لكن اليلو بون مارو موجود فين؟ في الادلت اللي هو فوق ال 20 سنه. طب ليه؟ علشان يا ابني الجسم خلاص كبر، وانا مش محتاج يا معالي الدكتور المحترم ان كل المصانع دي تشتغل، فبوقف جزء كبير منهم بيصبحوا ان اكتف بون مارو عن طريق ان بيترسب فيهم دهون او فات. طيب انهي بقى عظم اللي بيفضل شغال في الراجل الكبير؟ يعني في عظم لسه بيفضل شغال؟ اقول لك في عظم يا دكتور بيفضل شغال. زي مين يا دكتور؟ قال لك العظم اللي هو ممبرينس بون. ثواني بقى، يعني ايه العظم الممبرينس بون؟ يعني العظم يلا الفلات. زي مين يا دكتور؟ قال لك زي السكال. ما هو عظمه الجمجمه دي عظمه بس هي فلات، ماشي؟ زي السكال. حلو يا دكتور. زي ايه تاني يا معالي الدكتور؟ هقول لك زي البلفس، عظمة الحوض. الحوض ده يا ابني عظمته فلات. زي ايه تاني يا دكتور؟ زي الريبس، الضلوع. اهو ريبس اللي هي الضلوع. زي ايه تاني يا دكتور؟ الاسترنم اللي هي العظمة اللي موجودة في نص الصدر من قدام هنا، بنسميها استرنم. تمام؟ قال لك وفي كمان يا دكتور
العظم اللي هو الطويل ده بقى اللي هو مش ممبرينوس، بناخد منه جزء بيفضل يصنع معانا. طيب مين يا دكتور الجزء اللي موجود في العظم الطويل ده اللي بيفضل يصنع معانا؟ قال لك الابر هيومرس والفيمر. يا لهوي يعني الكلام ده هتاخده في الايه، في الاناتومي. هيومرس معناها العظمه اللي موجوده في دراعك من هنا كده، العظمه اللي موجوده هنا، العظمه دي بنسميها هيومرس. انا عايز الراس بتاعت العظمه، يعني الحته دي اهي الراس بتاعت العظمه، يعني الحته اللي انا بعمل لك عليها دايره دي، بنسميها الابر اوف هيومرس والفيمر. تمام. العظمه دي يا دكتور انا برضو بتفضل عندي تصنع مين؟ تصنع في الناس الكبيره، تصنع اوربيسيز. طب كلام جميل جدا، كلام مفهوم وجميل جدا. عايزك بقى دلوقتي يا دكتور تقول لي خطوات تصنيع الار بي سيز. خطوات تصنيع الار بي سيز، قبل ما ندخل على خطوات تصنيع الار بي سيز عايز اديك شويه معلومات كده ايه، حلوين قوي. هو كل خلايا الدم بيتم تصنيعها فين؟ ادي يا عم البون مارو اهو اللي هو نخاع العظم. كل خلايا الدم بلا استثناء بيتم تصنيعها في البون مارو اللي هو نخاع العظم. طيب افاجئك اكتر، كل خلايا الدم سواء ار بي سيز او وايت بلاد سيلز او بليتلت اللي هي صفائح دمويه بتيجي يا دكتور من نخاع العظم من خليه واحده بس. ستوب. يعني انا ربنا سبحانه وتعالى عمل لي خليه واحده بس في نخاع العظم، الخليه دي لها القدره ان هي تصنع كل خلايا الدم؟ اه. طب اسمها ايه الخليه دي يا دكتور؟ قال لك يا عم الخليه دي موجوده في نخاع العظم اهو، والخليه دي اسمها ستيم سيل. يعني ايه كلمة ستيم سيل؟ يعني الخلية الجذعية. يعني ايه كلمة خلية جذعية؟ يعني يا دكتور بتصنع كل خلايا الدم. فقال لك نفس الخلية اللي قدام معاليك دي يا حبيب قلبي بتصنع لك الوايت بلاد سيلز اللي هي كرات الدم او خلايا الدم الحمراء، وبتصنع لك الار بي سيز اللي هي كرات الدم الحمراء، وبتصنع لك يا دكتور البليتلتس اللي هي مين؟ اللي هي الصفائح الدموية. الثلاث خلايا اللي موجودين في الدم سواء ار بي سيز او وايت بلاد سيلز او بليتلت جم منين؟ من خليه واحده في نخاع العظم او في البون مارو اسمها الستيم سيل. تمام؟ تمام يا دكتور. الخليه دي ازاي بقى بتروح تصنع ار بي سيز؟ يعني مثلا بما ان هي بتصنع الثلاث خلايا، ايه اللي يخليها مثلا في الوقت الحالي تروح تصنع ار بي سيز؟ واللي يخليها تروح تصنع البليتلت؟ واللي يخليها تصنع وايت بلاد سيلز اللي هو خلايا الدم البيضاء؟ مين بيتحكم في الموضوع ده؟ قال لك بص يا حبيب قلبي، حسب احتياج جسمك. حسب ايه احتياج جسمك؟ هو انت دلوقتي لو قاعدين احنا شله مع بعض كده بنتكلم مع بعض، احنا شله بنتكلم مع بعض، لازم تكون فاهم ان خلايا جسمك يلا بتتكلم مع بعض. بس انا الكلام اللي بيطلع مني كلام صوت بيوصلك وانت بتسمعه. الكلام ما بين الخلايا في جسمك عبارة عن رسائل، يعني بيتشات، الخلايا هلا بتكلم بعض. تمام؟ طيب مين بقى اللي بياخد الكلام من خلية يوصله الخلية؟ قال لك حاجة اسمها انترلوكنز. حاجة اسمها ايه يا دكتور؟ انترلوكنز اهو. ايه الانترلوكنز ده يا دكتور؟ قال لك دي رسائل كيميائية ما بين الخلايا وبعضها. فالخلايا في جسمك لما تحس ان عدد الار بي سيز قليل تروح قايله فين؟ تقول بقى للخليه اللي بتصنع ار بي سيز، طب انا عايز اروح اقول للخليه اللي بتصنع ار بي سيز ان الار بي سيز قليله، فصنعي ار بي سيز تاني. هقول لها ازاي؟ خلايا جسمك بتتكلم، بتتكلم عن طريق رسائل كيميائيه اسمها انترلوكنز. تمام؟ انترلوكنز. الانترلوكنز دي تروح على مين؟ على الخليه الجذعيه. الخليه الجذعيه دي يا دكتور اسمها ستيم سيل، او ليها اسم تاني يا معالي الدكتور المحترم، اسمها ايه يا دكتور؟ بنسميها مالتي بوتنشيال اهو. مالتي بوتنشيال، ما تتلخبطش واوعى تتوه. مالتي بوتنشيال، كلمه مالتي معناها متعدد، بوتنشيال قدرات. يقول لك ان الخليه الستيم سيل دي او الخليه الجذعيه هي خليه متعدده القدرات. ليه متعدده القدرات؟ قال لك لان نفس الخليه دي تقدر تصنع لك كرات دم حمراء، تقدر تصنع لك صفائح دمويه، تقدر تصنع لك خلايا دم بيضاء. اذا هي متعدده القدرات ولا لا؟ تستحق لقب مالتي بوتنشيال، يعني متعدده القدرات. وليها اسم تاني يا دكتور، ممكن نسميها uncommitted. يعني ايه uncommitted؟ يعني غير ملزمه بتصنيعه نوع واحد بس،
تقدر تصنع لك وايت بلاد سيلز، وتقدر تصنع لك ار بي سيز، وتقدر تصنع لك بليتلتس، حسب مين؟ حسب احتياج الجسم. فلو الجسم مثلا دلوقتي، بما اننا بنتكلم في تصنيع الار بي سيز، لو الجسم محتاج ار بي سيز، الخلايا بتاعت جسمك تتكلم مع الخليه اللي بتصنع ار بي سيز اللي اسمها الستيم سيل، او ليها اسم تاني مالتي بوتنشال، متعدده القدرات، او ان كوميتد، غير ملزمه بنوع معين، تقوم رايحه لها بعت لها رساله. الرساله دي على هيئه مين؟ على هيئه انترلوكنز. تقول لها يا ستيم سيل، يا ستيم سيل، كيف حالك؟ شلونك؟ ان شاء الله بخير. تقول لها بخير والله، اموريني. اموريني يا فندم. هتقول لها والله في الجسم محتاجين انك تصنعي ار بي سيز. تقول لها عينيا، اموريني طبعا. تقوم الخليه دي مالتي بوتنشال، متعدده القدرات، يعني لها المقدره انها تصنع ار بي سيز، وغير الار بي سيز كمان، انت فاهم؟ تقوم رايحه يا دكتور متحوله لخليه كوميتد. يعني ايه كوميتد؟ في الاول كانت ستيم سيل ان كوميتد، بتتحول لكوميتد. يعني ايه كوميتد؟ يعني ملزمه بتصنيع نوع واحد بس، اللي هو مين هنا؟ اللي هو الار بي سيز. يبقى الخليه الان كوميتد ستيم سيل لما يروح لها كلام من الجسم على هيئه انترلوكنز، تتحول الى كوميتد سيل ملزمه بتصنيع ار بي سيز. طب حلو، وتقف بقى تستنى لحد لما الجسم يبعت لها هرمون. الهرمون ده يا دكتور اسمه اريثرو بويتين. ثواني بقى، يعني ايه اريثرو بويتين ده؟ الاريثرو بويتين ده يا حبيب قلبي الغالي هرمون بيفرز في جسمك، والترجمه بتاعته هو الهرمون المصنع للار بي سيز. ولا حماده هلال ليفل، هرمون مصنع للار بي سيز، يبقى هيصنع لك ايه؟ ار بي سيز. يلا، هرمون بيصنع ار بي سيز، يبقى صنع ايه؟ ار بي سيز. حماده هلال والله. طيب كلام جميل جدا. الاريثروبويتين هرمون ده يروح يا دكتور على الخلايا الكوميتد، يقول لها ما تشد حيلك بقى، يلا طلعي لنا بقى ار بي سيز. تقول له عينيا. وتقوم يا دكتور الار بي سيز دي تفضل يقوم الخليه اللي هي الكوميتد دي تنقسم وتنقسم وتنقسم وتنقسم، لحد لما تطلع لك في الاخر ايه؟ لحد ما تطلع لك في الاخر اريثروسايت او ار بي سيز في الدم. تمام يا دكتور؟ تمام يا دكتور، كلام سهل جدا. ثواني بقى، ثواني بقى، نقول الموضوع ده تاني علشان مهم. انا عندي الجسم بتاعي احتاج ار بي سيز، بنروح على الخلايا الجذعيه اللي موجوده فيها دكتور في البون مارو او في نخاع العظم، الجسم يبعت لها كلام. كلام جسمك او كلام خلايا جسمك مع بعضها بيتم برسائل كيميائيه اسمها انترلوكنز، بيروح على خليه جذعيه في نخاع العظم. الخليه دي اسمها ايه يا دكتور؟ مالتي بوتنشال، يعني متعدده القدرات، انكوميتد، غير ملزمه بتصنيع نوع معين. يروح لها الكلام ده يقول لها احنا محتاجين ار بي سيز، فتصبح كوميتد ملزمه بتصنيع الار بي سيز، لحد لما الجسم يبعت لها هرمون. الهرمون ده اسمه ايه؟ اريثروبويتين، يعني الهرمون المصنع للار بي سيز. فتستجيب الخليه الكوميتد دي للاريثروبويتين هرمون، وتبدا تصنع لك ار بي سيز يا دكتور. تنقسم وتنقسم وتنقسم انقسامات كتير جدا مالكش دعوه بيها، لحد ما تطلع لك في الاخر ار بي سيز، يعني خلايا الدم او كرات الدم الحمراء في الدم. علشان كده، عارف يا ابني الخليه اللي هي الكوميتد دي قال لك بنسميها اسم تاني، ايه دكتور الاسم التاني ممكن نسميه لها؟ قال لك ممكن نسميها دكتور اريثروبويتين، اريثرو بويتين سنسيتيف سيلز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دي الخلايا الحساسه او التي تستجيب للاريثروبويتين. هو الاريثروبويتين هنا راح اشتغل على انهي خليه؟ اشتغل على الكوميتد سيل، فهنسمي الكوميتد سيل اريثروبويتين سنسيتيف سيلز. تمام؟ تمام يا دكتور. طيب ده كده يا ابني بالنسبه لمعلومات عامه عن الاريثروبويسيس، يعني تصنيع الار بي سيز.